رابت الدار هذه وزرت معها الدار ديالنا وزرت معها هذوك الديور اللي كاينين في الدرب الداخل، راه ثلاثة ديور في الدرب الداخل، وهذه ديالنا هي الرابعة. هذه كانت خاوية، ولكن شكون اللي غادي يجي يهضر باش يقول لك هاي طيحوها ما يطيحوهاش؟ ما جا حتى شي واحد. حنا دابا حاليا حنا في الزنقة، راه البارح بيتين في الزنقة، دابا حنا ضالين في الزنقة، لا حويجنا الوليدات هما خمسة الأولاد باقيين صغار هما كيموتوا بالبرد. شي مرشح اللي غادي نتسناوه يجي ولا هادي ما جا حتى واحد. كاينه غا السلطه المحليه راه هما اللي واقفين معنا من البارح، راه كيحميو في هاد الناس بيتين غا في الزنقه كاملين، ما حتى واحد، ما كاينينش في اضرار عند شي واحد. واحد السيد اللي طاح من هنا من هاد البيت طاح حتى السفلي، مضروب هنايا في ظهرو ومضروب في رجليه، هو اللي كاين، ما حتى شي واحد ما وقعت ليه شي حاجه، كل شيء من اللي طاحت هاد الدار كل شيء خوا. هي راه كانت ديجا كانت مشقوقه وكانت مديره واحد الكرش. هادي دابا الوقت اللي طاحت راه جرت معاها الديور ملي وجرت معاها هادي. كاينين الناس، كاين القايد، كاين الباشا، كاينين هادو هما اللي بيتين هنايا معانا. جاو الناس ديال البوليس هما بيتين هنا. ايوا ولكن فينا واد المرشح هذا اللي حنا معولين عليه؟ فينا هاد العماله؟ فينا هاد الجماعه؟ فينا هما؟ هي انا راني حفيان دابا عريان. صافي هادشي اللي غادي نقول لك. انا دابا راه وليداتي هما بالزنقه، انت راه حنا كنجمعوا باش نطيبوا دابا بالزنقه. شنو باش غنطيبوا؟ وراقينا فلوسنا كلشي في الدار. وكيقول لك لا ما تطلعش ما تدخلش ما، لا واش نخلي ولادنا بحال هكاك؟ إلا كان شي مسؤولين باغيين يديروا شي حل يديروه معنا وعاش الملك، هادشي اللي كاين. ما عندنا ما غنقولوا لهم، حيت خدمتهم راه ما تيديروهاش.